جميع أوقاتكم بالخير والبركة، وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع انطلاقة الشوط العاشر للإبكار المهجنات الأصايل من مسافة 6 كيلومترات. هي مسافة هذا الشوط، نتابع هنا انطلاق شعارات أبناء القبائل وهذه الأسماء القوية التي تتصارع من أجل الفوز والانتصار والناموس المميز في ختامي الوثبة الكبير. بداية مع المركز الأول مع مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول وتقود هذه المسيرة، قيادة موفقة وقيادة سليمة. مشاهدين ومتابعين الأعزاء، مرايل لسيد سيف بن عبيد بن غنام المزروعي من يتقدم الآن على مستوى المركز الأول، بينما المركز الثاني مياسة من وصلت مع ثاني التحديات، وشعار بالشيبة القادم من ينطلق على مستوى المركز الثاني، منصور بن أحمد بن علي السبوسي على المركز الثاني في هذه اللحظات، منصور بن الشيبة السبوسي. بينما المركز الثالث، المركز الثالث من الجانب الأيمن مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، تنطلق الآن نوف وعبد الله بن حمد بن سليمان آل جبرين ممثل المملكة العربية السعودية من يتقدم الآن على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم الآن شعار مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، أيضا أحد الشعارات العملاقة المشاركة في هذا المسار وهذا الانطلاق على مستوى المركز الرابع والهبوب المنطلقة على رابع المراكز. المركز الخامس، المركز الخامس الدوسرية للسيد محمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصوري من يقدم الدوسرية على المركز الخامس، بينما المركز السادس من الجانب الأيمن هنالك الفهدة وراشد بن سيف بن سالم المزروعي على المركز السادس، بينما المركز السابع مشاهدينا ومتابعينا الكرام من انطلقة الدوحة وظافر بن راشد بن مسعود بن حباب المظفري قادم على مستوى المركز السابع. المركز الثامن من ثامن التحديات الأسماء المنطلقة والمتواجدة هنالك سلاطين وسلمان بن محمد بن سليمان آل جبرين يتواجد هنا على المركز السابع. المركز الثامن ثامن المراكز هنالك من تتواجد راهية وسالم بن محمد بن ضبيعة الاكتبي، بينما المركز التاسع مشاهدينا متابعينا الأعزاء هنا نتابع انطلاق في هذه اللحظات من ذباح عبد الله بن علي بن ربيع الرزق العجمي، يتقدم بالربيع في هذه اللحظات، مرحبا بك يا ابو خالد من ينطلق على مستوى المركز التاسع. المركز العاشر ختام هذه الجولة، نختم مشاهدينا متابعينا الكرام جبارة مبارك بن محمد بن عسيس الشريف القادم على المركز العاشر، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع التحديات مع صدارة هذا الشوط ومن تنطلق على المركز الأول مشاهدينا متابعينا الأعزاء، مرايل وسيف بن عبيد بن غنام المزروع لا زال مسيطر مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، يبحث عن الناموس المميز والناموس الأكبر على أرضية هذا الميدان عاصمة الميادين الوثبة التي دائما وأبدا الناموس غير في هذا الميدان. المركز الثاني ثاني المراكز، تقدمت الدوحة، وصلت الدوحة، انطلقت الدوحة وظافر بن راشد بن مسعود بن حباب المظفري يتقدم الآن على المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث راهية وسالم بن محمد بالضبيعة الاكتبي على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع الشاهنية، وأول نداء لهذا الشعار سعيد بن سعد بن ضحي العامري من وصل وانطلق على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس شعار بن جبرين وسلاطين القادمة سلمان بن محمد بن سليمان آل جبرين يتقدم الآن على مستوى المركز الخامس. أكتفي بهذه المراكز وهذه الشعارات المميزة وأعود إلى مقدمة الشوط، أعود مع المركز الأول، أعود مع التغيرات التي طرت وجرت على المقدمة. الدوحة استلمت المركز الأول وظافر بن راشد
بن مسعود بن حباب المظفري على المركز الأول على صدارة هذا الشوط. بدأت تصل الأسماء القوية والشعارات العملاقة تقترب رويدا رويدا يا بن حباب، ولكن بن حباب مسيطر على متريات وتحديات هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني راهية وسالم بن محمد بالضبيعة الكتبي. المركز الثالث شعار الصعب قادم ومهابة عبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان من يقدم لنا مهابة على المركز الثالث. المركز الرابع سلاطين يا سلاطين وسلمان بن محمد بن سليمان الجبرين الله الله. المركز الخامس تقدمت الآن الهبوب ومبارك بن محمد بن زايد الخيارين على المركز الخامس. الشعارات القادمة الشعارات المنطلقة وصلت الفهدة وراشد بن سيف بن سالم المزروعي على المركز السادس. بالعضيلي مع المركز السابع وأيضا بالربيع قادم على مستوى المركز الثامن. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، غيرت مهابة انطلقت مهابة وشعار الصعب صعب المضمرين يتقدم الآن ينطلق ومهابة. عبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان يبحث عن الناموس، يبحث عن نقطة جديدة ليضيفها إلى إنجازات هذا الشعار العملاق. لكن بدأت التحركات، بدأت صدور الأوامر الطفيفة هنا. انطلقت الآن راهية وسالم بن محمد بالضبيعة الكتبي وسلالة راهي الغنية عن التعريف. المركز الثالث من الجانب الأيمن الشاهنية هزاع بن ناصر بن سرود الخيالي يتقدم الآن بن سرود على المركز الثاني. وسلاطين رابعا سلمان بن محمد بن سليمان الجبرين يتقدم الآن. ولكن الشعار الواصل الغزيل سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين يتقدم الآن. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط مع المركز الأول مع الصدارة. الله يا نوف، وصلت نوف واسمها من ثلاث حروف القادمة من المملكة العربية السعودية. وصقر بن فالح البقمي ينطلق الآن على المركز الثالث. ولكن مهابة 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 مع الصعب، والشوط صعب للغاية ولكن مهابة مهابة ما تهاب من الناموس. لازال مع المركز الأول مع مقدمة الشوط. وعبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان المركز الثاني الشاهنية هزاع بن ناصر بن سرود الخيالي. ولكن انطلقت الغزيل سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري المري. ولكن بن مرخان بن مرخان بن مرخان يبحث عن السيارة الخامسة ومجسم هجن الرئاسة في رصيدها. الله يا مهابة صاحبة الإنجازات، صاحبة الصولات والجولات، تضيف 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 هذا الإنجاز. لم تذق طعم الهزيمة في حياتها. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس. حتى هذه اللحظات مع الصعب محمد بن مرخان يتقدم الآن. عبيد بن سلطان بن مرخان صاحبة المجسم والخمسة سيارات في رصيدها. تهانينا والناموس لحظات الوصول. ولكن الخطورة الخطورة اللحظات الأخيرة، الأمتار المجنونة وبن سالمين انتصر في الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس لمالك الغزيل سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري على هذا الفوز والانتصار في الأمتار الأخيرة. وفي خط النهاية استطاع أن ينتزع هذا الناموس هارد لك لبن مرخان على المركز الثاني. من وصل مع المركز الثاني مهابة عبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان مع ثاني المراكز. المركز الثالث المركز الثالث الصمود أحمد بن محمد بن سعيد العضيلي العامري. المركز الرابع المركز الرابع بن ذباح عبد الله بن علي بن ربيع العجمي. بينما المركز الخامس مركز الخامس ولكن التوقيت التوقيت الأفضل التوقيت هنا الغزيل. هنا التوقيت الزمني 9:21 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لمالك الغزير سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. المركز الثاني 9:21 شعار مهابة عبيد بن مطر بن مرخان من وصل مع المركز الثاني وثالث المراكز. المركز الثالث وصلت الصمود أحمد بن محمد بن سعيد العضيلي العامري 9:22 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. التحية تتواصل مشاهدينا الأعزاء والانطلاقات أيضا تستمر.